نروح لزميلنا فاروق صلاح من جنوب افريقيا علشان نطمن اكتر على بعثه النادي الاهلي. تحياتي لك يا فاروق، وطمنا اكتر على بعثه النادي الاهلي. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسامه حسني، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق على بعثه النادي الاهلي، خاصه بكره ان شاء الله انتوا هتسافروا الكاميرون استعداد لمباراه القطن الكاميروني، المباراه المهمه. قول لي المعنويات اخبارها ايه؟ الاحاديث اللي بيدور بين اللعيبه، يعني حطينا في الصوره والتفاصيل اكتر يا فاروق. يعني مهم جدا، خلينا ناخد من كلامك يا كابتن اسامه، مهم جدا نلم، يعني زي ما حضرتك قلت بلغه الكوره، نلم نفسنا واللعيبه، يعني تقعد مع بعض. واكيد المرحله القادمه مرحله صعبه جدا خلاص، ويعني زي ما حضرتك قلت برضو مهم ان احنا نقفل صفحه مباراه صن داونز. اكيد هيبقى ليها حديث لكن مش ده وقته، يعني كلنا بندعم بنساند مع الفريق ان شاء الله في مواجهه القطن الكاميروني يوم الجمعه. طبعا عقب مباراه ماميلودي صن داونز كان الفريق استأنف تدريب على ملاعب جامعه بريتوريا. اكيد يا كابتن اسامه حضرتك لامس هذا الامر والجميع لامس هذا الامر، حاله حزن كانت بتسيطر بشده على افراد بعثه فريق النادي الاهلي، اللاعبين بالجهاز الفني بكل فرد داخل بعثه فريق النادي من الهزيمه من فريق ماميلودي صن داونز. لكن حضرتك عارف ان احنا لازم نقفل الصفحه ولازم يعني خلاص نركز في مباراه القطن الكاميروني لوحده من اهم مواجهات النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا الفريق كان حصل على راحه سلبيه بالامس، واليوم استأنف الفريق تدريباته استعدادا لهذه المواجهه. بدايه اليوم طبعا كان المسحه الطبيه اللي تم اجراها من قبل بعثه النادي الاهلي، وديت يعني طبقا للاجراءات المتبعه والاجراءات الاحترازيه الموضوعه من قبل الكاميرون قبل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه، اجراء مسحه. لذلك البعثه بالكامل اجرت المسحه اليوم صباحا في تمام الساعه 9:30، ثم تناول اللاعبون وجبه الافطار، ثم يعني التوجه الى ملاعب جامعه بريتوريا واداء التدريب على الملاعب جامعه بريتوريا. طبعا التدريب كان بينقسم لشقين، شق في الجيم او الجوانب البدنيه مع مخطط الاحمال تيتسيان اندويا. كان مستر مارسيل كولر عاقب يعني الجانب البدني توجه باللاعبين الى ملاعب جامعه بريتوريا لاداء المران. يعني دقائق قليله جمعت مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اتكلم على يعني الامور اللي هو عايزها من اللعيبه خلال الفتره القادمه وخلال يعني التدريبات. طبعا يعني التدريب النهارده يعني مختلف تماما يا كابتن اسامه، في حماس عند اللاعبين شديد جدا لمصالحه النادي الاهلي ومصالحه جماهير النادي الاهلي. مهم جدا يا كابتن اسامه الحماس اللي احنا لامسينه في اللاعبين، الدوافع اللي عند اللاعبين ان هم عندهم الدافع ان هم يصالحوا جمهور النادي الاهلي، ليس فقط يعني كنتيجه ولكن ان شاء الله كنتيجه واداء في ارض الملعب. النهارده مجموعه من اللاعبين اللي بتظهر حماسه وبقوه في ملاعب التدريب. النهارده طبعا حسين الشحات بيشارك في التدريبات بشكل كامل، وخليني أكد لك جاهزيته لهذه المباراة. حسين الشحات إلى طبعا جانب خالد عبد الفتاح، عمرو السلية أدى التدريب بالكامل، كان شارك طبعا لدقائق في مباراة ماميلودي صن داونز. النهارده عمرو السلية واحدة من أجمل يعني الأفضل اللاعبين اللي ظهروا بشكل ومستوى متميز في تدريبات النادي الأهلي إلى جانب كافة اللاعبين. أيضا أحمد عبد القادر، بطمنك أيضا محمد عبد المنعم اللي كان خرج يعني اللي بعد شعور يعني آلام عضلية أو إجهاد عضلي في مباراة ماميلودي صن داونز، لكن النهارده شارك في التدريب بشكل كامل، وأكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة جاهزيته إن شاء الله لهذه المباراة. زي ما حضرتك قلت احنا الحماس مطلوب، التركيز مطلوب، امور كلها مطلوبة من اللاعبين في هذه المباراة اللي ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يقول يعني بنأكد وبنقول تكون بداية لمصالحة جماهير النادي الاهلي طبعا اللي تستاهل مننا كتير ومستنية مننا كتير يا كابتن اسامة. واحنا بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا انك انت يعني بتوصل لنا نشوف الحالة المعنوية، الدنيا، اخبار اللعيبة ايه، الجهاز الفني، وده مهم جدا.